في وطني خليفة، دولة لا تؤمن بأنصاف الحلول والحقائق والمواقف الرمادية، فكيف إن تجلت الغاية في وحدة الصف العربي وأمنه وأمانه؟ تمركز سرب المقاتلات الإماراتية في الأردن خطوة لا زالت تستحوذ على حديث الشارع الأردني، حديث إجلال وتقدير لفزعة أبناء زايد. تلاحم الشارع العربي وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن معاذ صار ابن لواحد لكل منهم، أن قضية معاذ لم تعد هي قضية شخص، هي قضية وطن. صافي يوسف الكساسبة، أو كما عرفه العالم أجمع بأبي معاذ، شهيد الواجب ورمز الحق، قصدنا والده في مجلس العزاء بمحافظة الكرك جنوب الأردن، فمنذ اليوم التاسع على التوالي ملوك وأمراء، عامة الشعب وبسطاء، جميعهم توافدوا إلى هنا حتى باتت جدران المنطقة، شوارعها، ساكنوها مصدرا للإلهام والتضحية، بل فتحت كل أقطار الأمة أبوابها أمام واجب العزاء. إخواننا وأحبابنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، الآن بيوت العزاء موجودة في كل مدينة، المكان في كل مدينة بيت وإلا فيها بيوت، بيوت العزاء. الرجل الذي بدا التماسك ظاهرا على محياه يخبئ الكثير من وجع الفقد وذكريات زمن لا يعود. كان يعني أخلاقه عالية جدا، محافظ على صلواته، وأنا أرى أنه في سر من أسرار إعدام معاذ بهذه الطريقة أنه شافهم أو وجدهم أنهم بعيدين عن الإسلام، ولا بد لأنه كان في بينه وبينهم صدام حول قضايا إسلامية، لذلك أعدموا بهذه الطريقة، طريقة البشعة. معاذ الذي فضل سلاح الجو على مهنة الطب، سميه ما شئت واختلف حول وصف رحيله كيفما يقودك القلم، لكنك ستقف حتما عندما يجتمع حزن الرجال بكهولة العمر. تصور كيف أنت لا سمح الله ابنك يجيك خبر أمه فقدت وعيها ومكثت حوالي 3 أيام في غيبوبة، وقبل ليلتين شاهدت بطريق الصدفة، أنا شاهدت الفيلم الإعدام وما زالت الآن في المستشفى، يعني المنظر مؤلم جدا، والأحاسيس أحاسيس الوالد والوالدة كيف تتصورها. والله أنا عمري 70 سنة، لو الآن يسمحوا لي أجند لأجند كل أخوانه، هذا أصغر واحد اللي بجنبك هذا إن شاء الله سيكون طيار، بأمر الله سيكون طيار ومقاتل، وإن شاء الله لو طيارة معاذ موجودة إلى الآن أنا بحجزها ليوسف. رحل معاذ كالعود يزيده الإحراق طيبة، فباتت صورته رمزا يتباهى به أبناء الأردن، وروحا تتعلق في وجدان الأمة رغم كيد العابث وغدر المعتدي. نعم وصل السرب، لكن الحكاية التي ترويها الإمارات أعمق من ذلك بكثير، حكاية عضيد وأخ، فزعة عربي أصيل لا يحيد عن كلمته قالها بملء الصوت: نعادي من يعاديكم، وإن رحل بينكم شهيد فكل أبنائنا معاذ. أحمد اليماحي، علوم الدار، من محافظة الكرك، الأردن.